بسم الله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ودرس تفسير سلسلة دي افهم آية وكبر لابن آية صدر يصدح سورة المائدة. وحي نودن بيسي قصص كي جرائم كي أم الدنبيدي وويناء دلك نبي الله آدم لمدي سيويل يوكوي ريبر إسرائيل أولا ينوشي انت كتاب في التوراة ها أحكام لغسو دجيي رسوشينا أيو عديسي ثم إنهم بعد ذلك في الأرض إلا مسرفون إن سويلو هذا نحد قذبك بيسا ما يرى يقول الدلك أو وليبا إرقدي ألي وأنبيد عين اللاية حين إن إنتا صورة وحا الله غسو ورمي وملاها هوري إيا كتبالا هوري إيا آدم لأنه غسو بالله وجريمات سوء إلهي أن عبيه يددك الجريم يدقال سيدا أو إلهي سبحانه وتعالى إن لا إن بالشدة لقى قبته شرط يس وقدر جاي يسقون أقرتي قابك ضدك الله قمنا يو أيده أيده صوص عطية أيده صوص عضو إن نوع من دونا يا إنه شيء جاي في الإسلام سأدرت جوجل نجبة هين لنجس يدا دعسيه إن إنك كلي هين وما ذي هرب سيدا اللوج عن الجري ظلم بيجان سيدا ولقيه هاي ونعبا هرب كلها أيده المرك. إنما جزاء الذين يحاربون الله إنما جزاء الذين كوي أبالكو دوحاء وي يحاربون الله اللي لدقى لمي إيا ورسوله ورسول كيسا كوى لدقى لما أبالكو دوحاء وي ويسعون كلنا نحرد في الأرض نلك فسادا فسهاد لنحردية أبالكود وحاوي أن يقتلوا إلا الله أو يصلبوا أما لدلدلوا أو تقطع أيديهم أما لجرجروا قعنا هودا إيا وأرجلهم لغا هودا من خلاف سيس ويدار أنا الله جروا أو ينفوا أما لغفوا من الأرض لركا ذلك أرنكاسي أحكام تاس قوانين تاس أدق أو إيجا اللو سبيه ديري لهم إيجو حقوة هذه خزي دلي يفضيحو إهانو في الدنيا الدنيا يؤيها أرنكاسو ولهم وحانا أسقنا هذه في الآخرة تدمج دهيدنا عذاب عظيم أوي آيات أنت أينان مفرد أنت أينان معنى هذا قلن مفردات كذا كلمة إنما ألا تحصر بها اللغة ها كل اللغة العربية قواعد كذا للجوة حصر وعوية الشيء وهو سيداون مركا إنما جزاء الذين كوا أبالكوذ وحاء أوي أحكام كان الله مؤقره أبال قفتك أفعاشا سمية أبال كود وحا أوي وحكا لمن نقون كريه سيدا جزاء أصل كيسوا أبال مرين قفك وحا أوسمية وحا لغو بدانينا مركا هديو حمان سمية حمان بولية هديو وناك سمية وناك بولية جزوه مركا قفك وحا أوسمية وحا أعنما إيه لغو أبال بدوي محاربة كلمة الليلة أصل كمحاربة دقالك وحاوي إن لماذا قف أو إسولي مادة بإرادة الاستيلاء على الغير قف وقف وحولات دقال لما إنو كرية أما أو قبصده وحاو كقبصنا يا معاني كالدوان بي لهان كرام قف حكم بوربا إنو قبصده ودقال لما يا قف مال بوربا قف بوح بوربا لكن أصل دقال واستيلاء يعني قف قف إنو معان أيو دقال لما مركا وحاسوك قالا قتل لي حصل قاله معناه أوديل كيا بابكي يعني جرائم كي ونبى سوق عليه
اوكي استيلاء حق على الغير وي قف نفتي سيبو انو كقال انو غدونيا او قبصنيا يعني مركا واي اصل في صح صوها مركا ماشي وحال لي هي الهي يا رسول كيسا يا لا دغالميان يعني. او الهي وابا غيب ما انغا لا دغالمي كرنا لبسينا لبسين منا ولا لا هرتا ما ارغنا واحد اكتا لا دغالما وا غيب الله سبحانه وتعالى ان اودي سونا وي كوين تهي اني ادومدي سو لا دغالمان هدرا وحال لي هي إن إلهي بلدة قالمان رسول كيس يسيره قال عليه الصلاة والسلام رسول كده هدينا لما جوه قايدون أدوه بنتو جرونا ما يجي رئيسا سيولد قالمينا مفسرين طلبا معنا يعرفن كاكو الشيء إمت كوباد وحاوي إن لقوة إله بلدة قالمي يا إلهي أولياء دي سيب بلدة قالمي أولياء الله أو مؤمنين تي أدرك مسلمين تها بلدة قالمي يا رسول كان الله دجالما يانا وحلا جوالا أمدي سيب على الله دجالما يا إيا أتباع دي سي اللي يا رسول كيب على الله دجالما يا وحلا جوالا مؤمنين تي حقوق ضاضة يا الواحد جد بيا مركزا إله على الله دجالما محايا لي أولي سيب على الله دجالما رسول كنا على الله دجالما محايا لي أتباع دي سي أمدي سيب على الله دجالما مدوات ها وإله دجالم كيس إن لجوالا إن إله سبحانه وتعالى الذي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وكي النبي عليه سبحانه وتعالى قفي أو اليدي لك واحد قد بدقال بان لدي نبتياري مركا دقال بكل جيرا مدواتها وصدع لقوده مركا مضاف بقدرنا يحاربون الله يحاربون أولياء الله أوليها أولي يدي سوء مسلمين تلقوده ومسلم وأولياء الرحمن وإيه لمؤمنين ته يا رسوله رسولك أولي يدي سوء الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومؤمنك وولي المؤمنين ومؤمنتنا وولي النبي عليه الصلاة والسلام مارك إن سيدان لقوض أولي وقدري هاي بيشها إيا إن لقوض يحاربون الله إله بين لدك اللميان معاصرة ومخالفة الشرع ومحاربة الله سيدان أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله وكإله الله يتمكن لقها الله يرهبضا دقال السود يا ريا مرك إله يا رسول كيس قفكم مع الصيا شرط جديد أي إله يا رسول بدقال كل جرا وأنا صدا وصدا إله سبحانه وتعالى أمر كيس مرك اللي ديره والنهي كيس اللي ديره والرسول كأمر كيس اللي ديره والنهي كيس اللي ديره مركو ربي سبحانه يري مركو لسانه حال كاج وياه مايا ورداء وهميل لسانه حال كاج وصدا دقال بدر مرك مع صدو ومحاربة الله لبلا معنا وين سوت جيان ونو لبلا آيات ويتهاي ومحاربة الله ومحاربة أولياء ومحاربة أولياء الله ويتهاي محاربة الله الله جوض إله معصيه يسوع يدنا إله الله دجالي ما كهذا المؤمن تلا دجالنتي الله يرسولك والله دجالنتي هذا شرعي إله خلافتي إله يرسولك سدجال كل جرتاء ويسعون في الأرض فسادا بالي مش محال قش يا مركان دجال إيه فساد كلمنا السعي جاء وقفك أود شيء جسيد دق دقة أولي ماذا مركا إن أرد كلفتي سنوات ليلة إن أرد كلفتي قفكو بالكوردة بحال لها ساعة إن دق دقة صار صوت كأد دق دقة وها السرعة وها أرد كله ونها سنوات ليلة ماشي مركا حلها قليهاني أرضي بيلنح أرديان فساد فساد بيلنح أرديان ضد كان عاصا وحاوي يبل إلى أبار كوضو أفر أرمض إلا الله يو. إن يقتلوا إلا الدلدل دلدل حال إلى قفكو أنت تير ميل كرادتكو أركاين لغو حلو سيدا لغو ديلو إلا الدلدلو ودل مديئون ولكن وضطا إهانة وضطا وقفكي با ميت كيسي با تير لغو حلو يا ميل داتكو وضع كان أما إن قعنوها وضا سيس ويدار يلوه هذا اللوجو يو كعنت ميدك لوجو تبيح أما لوجو تبيح كعنت ميدك سال لوجو يو أما لقفوا ويا لوك وترحيل لقسم أي أرجع سوى وحكم الله وحكمه يو دلين أدين اللوجو دلين لو تلاقي أخيرا على بيلي نعم إن آيات أرجع كهل ليس وحال ليها إن آية المحاربة يلينا حديث بالله شيغا او سبب النزول اهان لو شيغا حديثك وحو اها نبي عليه الصلاه والسلام يا وحا نيمان با اوغي من مغاله المدينه سو اسلامي بغي دي مركه يمي دين بينو نيمري ابادي هاينه مغاله دي بيكو
جردين مركب وحي أبهدين ميجي إيه أبهدين علول على الوينات ما كل عيو ويد عراضي نبي عليه الصلاة والسلام وحي نمال كي إن رمي بها يعني قيل صدقوها وين بقال المدينة أجوغي يرجيل أو تقو إسكو سودوي عانيه سيكاليس نمال مركب ماشي تقير قيل مدلة جوغين أي بوكسدين إن عرفت ويسك قيل جالايين قيلي واه مقولي كقف تيو نكي نونكي قيل جوغين ويلا يو نكي راقيها ويدلين قيلي نوي كحيستان إسلام كنا سيدي بك غن قديم نبي يقول مركا عيدا ما بعدي والله ما قال عيدا ما لقى دوا ديرين نونكي والله صار قف تيو ولا لايني مكي سيدنا عيد الشيخ سان الله قال قار كميلا يعني كام ده عيد الشيخ سميت كميلا والله الله 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 سميه ديك ويه طويب قالوا ميو قال ما قديم فهد قالوا بين بعيد روح كهر ليسان مسلمين قالك ما هم يسون عيد مركا يو قصدو لين على بس كده يرو وقت جاس عيد شو دكتي لنا كلام موضوع آيات كهل ليساي ومسلمين خلت سمية قال ما إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أكوكا ميسا إن دات كان مركا ميشن أحكامتا إنه وقرن هر تصور بوتك قالوا دات كان لغاها ليا وآيو إنت حكم كآلا قرن هر تدات كان لغاها دات كان لغاها ليا وحاوي دات مسلمين أو إسبارا لكتاي جيجو يسمي أو دات كان لينايا دات كحولوها دعايا كحد قد بي يعني عرض قاضي يا شرفته ظلم السماين يعني لكن سياسيين معها أريد السياسي ده وحال يعني هذا دك أبحة بغاد بالي هذا ده واحد كبحة ريهين عايين دولة إسلامية أو حقة وحال يعني بغاد معارضة هو بيسن معها كمان معارضة سياسية ما هي وادت كان وادت جد قوي يعني أبحة واتو حقله وينه هو بيسيه تو جو هادو صار هو بيسنين وتو كل جي هذا حالها حدا وياه وكحو من دويه قال هذا هو جروب من بجمع عايز للصعطة أو دجال سمعين إيسا أو هو بيسن أو كلا هرتة إيسا تولدي عيدا كان دجال كورتة إيسا لكن السياسيين هاي وجد غرض كود وياه إن أي حالها ضد كأيو يعني إن و و و فلاجر نوع عسوي وحاسو قال ضد كالمسلمين ترى هذي واحد شرعية كميدة جديدة، شرعية واحد كميدة هذي جديدة. يقولون عن سلطان معارضة كودي لكن شرعية جديدة. مثلاً ما يكون بعد الزكاة يكون زكاة جديدة وكلاطه. والله ده قال لما أبو بكر محاربة وكلا على قلبي. بغض معها بدول دم أي جديدة لكن أحكام تبي جديدة. مركا أنا فهمت وياي واحد لقاه الله يوادد مسلمين أوجد قويس مي معها معارضة سياسية معها. أما ها هو بيسناتو أما ين هو بيسنانه. هذا واحد مش عن كولا ضدك معارض كأنت السوق غبطان لين أي آيات كنت الآخرين أيه آيات معارض كما هذا ليس جد جوي كه هذا ليس آيات معارض كه هذا ليس أي وين طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا آيات صار لك هذا بغاد بالغيره ويكت دوبنت هاي سد عشر تبي ليهين إن يأود ليهين أو الدولة دلنا قلمان إن إمام سمايستان إن بحثان كوداس إمام كالكوكي كدوان أمام ملحوين كي كدوان كرمستان إنه بحثان كوداس سبب السمعيين سبب السمعيين بغاد بالين إيا لفتير دقال الله قوان باللابي وحباها كهر إيا وحتى وحاي أبحين إن إمام كالسمعيستان كان هدو الظلمي دولون دكي يمدي حق بيلين للم دقال الله مكان إلا ظلمي لغا نقضو وأهريك لو يتاسو تان مركا أقو واجد قوي إيا أمني حمائي ما أهم معارضة سياسية آيات دانو اللي قدو الأخرين هيدات سياسيين والله لاني هداد عركتو وابين تا انت هداد وقاتو أرينت آيات أحكامتي داتكا جدقو يدا سمعية وحالو سمعية أفر حكم لكن انت آذان تا عرق وحالو في اويرا في رسطا وحي آيات استعماشي كو ان وحي سوى عدفتي أفر تان حكم أو كلمة دليلة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفوا أو بيستماشي أو ذا سمركي القواعد العربية اللي جوجو وحال يسوق حدا أما أي يسوق عرفتها أي وحال أحكامته مخيرة ذا سيدا سمع أما سيدا سمع دي أي سيدا تاي أحكامته أفرتا ما مد كي لا دورو بالك دورو هي أو ضد كان دي جوية ده مد كسوا لو سمعين كرا أو قف كمان هدي وانتو سوا هو بيسبحه وبنان كبا أبحو دكي خطر قليو أما هدلو أما يوسن دلين أما هدلو أما يوسن دلين بيه أحكام تا أفر تا أبا كوبانان وقفك مدخد إيه الدولد مدخد أوه كدورنها يا مياه
مسمى ايه اوذري وحي اسكو عطفيسا افر حاله او كسوره غلا ددكن ديبك سميي لبدا بو ولا يدي لبدا با ولا يدي او امام حريف قال هو قبا اوذن وحا ليس وعد فا اني كمي تاهي ددكاس مر هداي بخان عمل كا كو دقاقان لو ما فيرنهاي وحي سميين ان خطورادودي اي قيمينتودا امامك يا دولدو لا جيره افر تن ريمود ميد كدونو مي كسميريا ان الى ميا وافر حالادود او كلا دوون تاس بين الجمهور تو قبطة تحسان الصحة وواحد اللي يسكو عطف إياه وحوين سيدا إنا سميين أما سيدا سميين أما سيدا سميين وي وواحد واحد سميين أن يقتلوا إن لدلو ومعنى هذا أي تاي قارت أي واحد دلين قارت أي واحد دلين إن جدك وانا يجينا ويلي ويتاقيه مركا هدي أي هدي أي لد أي واحد دلين أين واحد دين ولا دليا دل عادي أم بلا دليا ولا دليا حبوي دلين يقوى الله ينيا هدي أي دل يردع يحد جذب عرض إسكو در صدين وأنا لدليا وأنا لدل دليا دلكم مركب موقف كهرين يا دل دل دم سيسقى النور باكل كهرتير كلا تجينا يا كدي بلا دل دل يا لدليا ميا مس انت كل كهره اللي تديله يا ميت كيس دربي يعني كي كثير كلا صوريا سيده الصحراء وحاوي وحا لا يراه ان ان عذاب الا عذاب قفك كل كل اللي ان ديلك وحا انا هي لوغ استلم او غلو ان اللي تديله وي شر تعذيبك كلا قفك لو عذاب انت نول وهو حقوقك كبحسن قفك ان انت تير لو خرو مال ما ومشى كو خدناده اما ساعه كو خدناده وا ديلك حكم كبحسن بعض الفقهاء بالقبر لكن سيرة صح ذا وحوي يدل بقفك اللي هو حكومة اللي هو محكوم عذاب كله ما كان سوى النور لما عذاب كره ولا دل يا أم بس كل كله دل سوى ميلا يا إن لسه ماشى الوحدة يا مدة أو إمامه مركا أو طلع جلينه يدخل أركان ويدرب يعني كتير كم وغرة يا سوى ماشى كحرام كده مين تلقيه سود الجيو أو مسلم اللي قلت كده الله كان فو يلا عاصيا لما يروح الله كان فو اللي قلت كده عاصيا لكن لما عذاب يسوع النور فوق هذا أورنا يسوع النور بصدق معلوم ليش أقول أورنا يا وأنت لو دي ذي وارتعلم أقوله وإذا قتلت فأحسن القتلة إن والدي لي هدي واحد لي بس هدي ودل يسكت درس ذي حد جد بكي كلامنا دل يوحل يسكت درنا يا إهانة داسه دل دني داسه إن درب إن إن كورة الواحدة والله إن وحب حدا كريه من الدلين وحكى الله مصابين وحنبو حذي كليئة أما حذين لغاها إياه قعنها إياه سئسو إدارة ميلك تلقوين مركز بيح ذين اللقوين إياه محوو حكود دي لإياه محوو حكود عياه جيد قوية دي وي هل كان سألقين إياه إن وقلكي أي حول كليئة دعان هدي أين دلنا صابين حول ندعين لكن أي هو بيسيهن وجيدك جوغار الوارك ويقو ديار أي واحد دي لإياهن والله صوقب قبان إياه وعلى حبسنا يا أو يوفو من الداوي نفي قاسي مركا أبو حنيف وحوق أبا ماشي أو جوغو أمبالغو حبسنا يا وحبسك يساق لفتيسا نبيها فوقين وحي بلشادي بالغا فوقين إن حبسك أتكون جبتاي مقالا دقارين تهي أدادك نو كوي مانين إيهين أدوك دوس اللغو أين لغو حرون أدادك كوي مان واسكمي دادون جادة واتكا أديو دلو لغا فوقين مركا إن حبسك أسهل لقلين يا أما مقالا جوغا لغو حبسنا يا سيدي أبو حنيف وحوقبا ama intii meel kale lagayay oo qurbo loogu daray xabsigi meel aan dadkiisu ugu iman karin ya halka lagu xabsinayo laakiin marba waa la xabsinaya inta sadad fahamtay arinta baqiye ku saabsan iyo mucaarada siyaasiyada iyo aayadan isku lugu male wabarakallahu fiikum inma jazaa'u alladheena ku yabal koodi yuharibuna allaha ilaahi illa dagaalamiya wa rasuula rasuulkiisa wa yas'auna in kullu urdiyi ku dagdagayay fil ardi dulka dhaxdiisa fasadan xumaan kullu urdiyi كوا أبالك هذا وحى أمويه إنما راسي أن يقتلوا إلا الله يو ما شافين وحاجة اللحن يترجمه لنا اللحن الترجمه ترجمه اللحن بإله الله سيدا قرآن أخذنا سيدا الحمد لله إنما إن كلمه ما وحى ماشي كما قرر إنما إن كلمه كما قرر ماشي إنما هذا هو حرف حرف كون معنى قار مفهدي حرف كون حالنا كلمة تدل على معنى في غيرها سيدا قدرت إنما قار هذا أدنى بيسوح إلغ ما يسوح وحما قرن يسيد حي إنما معنى هذا الجزاء بيكون جفتها marka waxa horay inama jazaa'u alladheena ku abaalkoodu waxa uu weeyo untaasna waxa tiinaysa xasriga jazaa'u laftiisa
وحاب الكدو يأويون أن يقتلوا إلا الله يو. أو يصلبوا أما لا تلدلو أو تقطع أيديهم أما قعن هوضا لجرجرو وأرجلهم يلغو هوضا من خلاف سيس ويدارا لو جرجرو أو ينفو أما لا ترحيلو أما لا حبسو نبشك حبسي ونقضا من الأرض للك لقفوا إيوه ينفو لقفوا من الأرض وحبسي أما نوضا أما ترحيل كي نقضا ذلك كاس لهم يقوم قويه جزاء ذلك كاسي لهم يجا خزي ذلك كاسي خزي ودل أما دلين لهم يجا وسقنا في الدنيا الدنيا ولهم حان وسقنا في الآخرة آخرة عذاب عظيم عذاب وين هذا يصير كل إنسان يجا وجد كل يد كجرا وأهل النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.